السحر خدع وخفة يد، مش جن وشعوذة، هكذا يردد دائما أعضاء اتحاد السحر المصريين الذين يقومون بمجموعة من العروض التي تتنوع ما بين ألعاب الكوتشينة وقراءة الأفكار والاختفاء والكوميديا أيضا، وذلك من خلال مجموعة من الشباب الموهوبين في فن السحر وخفة اليد. وجاءت فكرة تأسيس منظمة اتحاد السحر بعد انتشار أشخاص يهمون البسطاء بقدرتهم في السحر والشعوذة، وأقنعوا الناس أن لديهم حلول لمشاكلهم مقابل مبالغ مالية، فمن خلال العرض يتم التأكيد على أن السحر ما هو إلا خفة يد ومهارة وخدع بصرية، ومستخدم بمقاييس علمية منها كيمياء وفيزياء وعلم نفس واجتماع أيضا. ونشد أصحاب هذه الفكرة وزارة الثقافة لإنشاء اتحاد رسمي للسحرة في مصر، لأن علم الماجيك كبير ومتنوع ولا يجوز أن يكون فقرة من فقرات السيرك. فهم يأملون أن يكون هناك اتحاد رسمي للسحرة في مصر أو نقابة تجمع كل الموهوبين والمبتدئين في عالم السحر، وتمنع أي شخص أن يمارس هذه الألعاب إلا بوجود كارنيه معتمد من الاتحاد، وأن يكون هناك مدرسة لتعليم فن الخدع البصرية والسحر. وعن عالم السحر، فيؤكد الساحر اللبناني العالمي جينو الذي صنف بأنه أفضل ساحر مسرحي في الشرق الأوسط عام 2011، أن فن ألعاب الخفة والخدع البصرية تكشف حقيقة القدرة البشرية في التفاعل مع الحياة دون تصنيفها بمفردات السحر ذات الأهداف الضارة للبشر، والتي يتم استغلالها للأحاطة بفكر الأفراد وحياتهم وتطلعاتهم عن طريق الوهم، مؤكدا أن ما يقوم به ليس سحرا بمعناه التقليدي، وإنما هو سر يتقن طريقة إخفائه. ريم سمير، الحياة اليوم. الفقرة دي عنوانها جلاجلا. احنا كتير في الاعلام بيتهمونا كاعلاميين ان احنا سحرة فرعون. النهاردة انا هوريكم السحر على اصوله. الفقرة النهاردة ليها قصة وليها حكاية. انتوا عارفين ان كل يوم خميس في الحال اليوم في الفقرة الاخيرة بنحاول نكسر شوية حدة الاحداث السياسية والاقتصادية التقيلة اللي في الاسبوع، وبنحاول ان احنا نقلب الفقرة الى ما يشبه الشو. الاسابيع الماضية كان عندنا فقرات فنية، واستضفنا بعض الشباب اللي عاملين فرق فنية وعاملين حالة انتشار كبيرة جدا وسط الشباب. النهاردة وعدتكم في بداية الحلقة ان احنا النهاردة شوية عندنا حالة عيد الميلاد، عندنا بروموهات واغاني وكذا، وفي نهاية اي عيد ميلاد بيبقى في فقرة الساحر. مش عارف لو رائد يتجول كده بالكاميرا ويوريكم الحاجات اللي انا اعددتها لكم فيما يتعلق بالشو الساحر، هتكتشفوا ان انتم مقبلين على فقرة هتبقى جذابة جدا. انا جايب معايا افتي، لو قلت لكم انا فاهم اي حاجه من اللي انا شايفها. مش عارف ايه قصريه الزرع دي هيعملوا بيها ايه، بس اكيد ممكن يطلع منها ارنب، ممكن يطلع منها اسد، ممكن يطلع منها اي حاجه. الحاجات دي بالكهرب بالكهرب ما مدتش ايدي يعني. طيب تمام. الفقره دي كمان ليها اصل. من أسبوع لو تفتكروا حصلت وقعة كده سيئة في إحدى المدارس في مصر، لما كانت إدارة المدرسة عايزة تعمل حفلة بهجة ومتعة وترفيه للأطفال، فكالمعتاد اصطفوا ساحر، لكن الساحر الحقيقة أساء التقدير وأساء التصرف، لأنه عمل فقرة ليست مناسبة للمدرسة ولا للجو التربوي والتعليمي وليس وكذا، وكان فيها دبح وما إلى ذلك، فحصلت ضجة إعلامية كبيرة يمكن معظم الفضائيات تناولتها بالحديث، وده كان سبب التفكير في انه دور فقرة الساحر، وهل في مكان او مجال او كيان يمكن انه يجمع السحرة يحط لهم ضوابط ومقاييس، ونبقى عارفين مين اللي له حق مزاولة المهنة والاداب والمعايير والاخلاقيات بتاع ممارسة مهنة السحر، مع اشياء كثيرة لها علاقة كمان ب يعني ايه كلمة سحر، هل ده ساحر فعلا اللي بيغير الواقع، ولا هي مجرد مهارة وحرفة وصنعة وخفة يد. أشياء كثيرة جدا 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 هتستمتعوا بها في هذا الفقرة أو في هذا الشو على مسرح الحياة اليوم اللي أنا واقف عليه. خلوني الأول أفكر حضراتكم بواحد من أصدقائنا العزاز وزمايلنا الكرام، واحد كان نجم برنامج الحياة حلوة مع الزميلة رزان اللي استمر نوايات على شاشة الحياة اليوم، الساحر اللبناني العالمي جينو. خليني أرحب بيه. ازيك يا جينو؟ ازيك يا الحمد لله على السلامة. ليك وحشة في القلب والله، ربنا يخليك. الحياة في القلب، وحشتك الحياة واستوديو الحياة اكيد، وجمهورها وجمهور الحياة. الحمد لله على السلامة، الحياة رجعت وانت كمان رجعت للحياة ان شاء الله، ورجعنا للحياة ربنا يخليك. قول لي يا جينو، كلمة السحر يعني لما بيتقال عليك ساحر، هل هي فعلا مجرد موهبة وصنعة وخفة يد ومهارة لفت انتباه،
ولا انت ساحر بمعنى ان انت قادر على تغيير الواقع؟ في الشعب المصري لا مخاوين ولا حاجه ولا دياولو. لا نحن فنانين عندنا اصول، بندرس الموضوع ده في مدارس كلنا بنشتغل بندرس فيها، واحنا فنانين بنقدم عامل ابهار وبس. فن. فن. اذا هو نوع من انواع الفن وكفه اليد والابهار. والابهار مش اكتر ولا اكتر، علشان ولا. الناس بقى اللي بتقول لك جلا جلا وشعوذه وخرافات وكذا، برضو كلمه جلا جلا هي يعني فن الخفه، دي كلمه فرعونيه. أوكي. اذا مش عارف انت قلت ان احنا الفراعنه، هم الفراعنه اخترعوا السحر كفن مش كإهام الجمهور بحاجات تانية. ممتاز. كلمه جلا جلا هي اللي هنشوفها في الحلقه، كاسات ثلاثه كان عاملها واحد اسمه جوري وواحد اسمه هشيراء، فراعنه. 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 مصر هي اللي اخترعت السحر. احنا الاصل في كل حاجه. ما ده اللي بنقوله، مصر ام الدنيا وام السحر. حبيبي حبيبي. خليكم فاكرين ده. حبيبي. الواقع اللي انا كلمت عنها من شويه ودي كانت سبب الاتصال اللي دار بيني وبينك الاسبوع اللي فات، وقررنا ان احنا نعمل الفقره دي بناء عليها. وبالتالي شفتها والفضائيات كلها. اكيد وصلت بيروت. يا راجل. وعلى الواتساب. انت تعقيبك ايه عليها؟ اول حاجه باختصار هقول لك، مش كل من اشترى ادوات موسيقيه صار موسيقي. لو معانا الفيديو كده وجينو بيتكلم نعرضه سريعا نفكر بيه المشاهدين. فمش كل واحد اشترى ادوات موسيقيه بقى موسيقي، ولا كل واحد اشترى ادوات سحريه بقى ساحر. صحيح. ده اللي عمل العمل ده زي كتير من السحره في مصر، الفنانين ما انهمش محترفين، دول بنسميهم هواة للاسف، ينقصهم حاجات كتيره في الموضوع ده. اول حاجه الراجل ده عمل حاجه من غير مردود مالي، فقانونيا يعتبر هاوي، وبالاضافه ما احترمش اي حاجه من اصول المهنه اخلاقياتها، بنسميهم الالف باء المهنه، ما بيعرفهمش المسكين، فده هاوي. وحاجة التانية الأخيرة أنه الخدعة اللي عملها دي مش خدعة سحرية أصلا زي ما شايفها، زي ما شايفينها دي خدعة جزار، دي خدعة أفلام تجزيرية، يعني دي خدعة سينما، ما تخشش بفن الألعاب السحرية، ما فيهاش أي حاجة من الفن. لا احترم جمهوره بيشتغل قدام خصوصاً العيال، خصوصا أطفال، أطفال عيال، دي حفلة أيتام. صحيح. ودي مش خدعة سحرية، دي خدعة أفلام. وأفلام قديمة ما بقاش يستعملوها خدعة ميكانيك، الأفلام الجديدة بتستعمل كل في الكمبيوتر. صحيح. وإذا بيطلع معانا المخرج حواريك بتحصل إزاي عشان نأكد للجمهور. لا توريني تحصل إزاي. لا 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 مش هستعمل سكينة، عملناها خشب، لأنه برضو لو كبار ما نستعملهاش. إذا أنت معك سكينة وعايز تدخلها في الإيد، مش هنعملها على الرقبة. يعني لو مش هتخش. تمام. إذا خشت لازم تكون في كده، في حاجة هنا. فجوة دي. فجوة. إذا شفتها كده بالطريقة دي تبان قطعت، بس صحيح. هي خدعة تلفزيون. مظبوط مظبوط. ده السكينة الساحر بتكون بيطلع فيها كده، فانت بقى دورك ان انت ما تورينيش الفجوة او الفتحة، بس انا بعمل كده بتكون نزلت وعمل كده بنت قطعت، فيبان قدام الناس ان السكينة احترقت الايدين. ماشي. مرة تانية وانا بيكون في ام اسمه ايه، يعني إيه؟ يعني ام زي بتاع المعجون سنان قرطاس. معجون. حاجه فيها دم صناعي بتكون من الميله دي. يعني انت مش شايفها. انبوبه بتكبسها كده بتنزل دم وبتبان قصير. الايهام يصل، بس مش لعبه سحر، وده للاسف دي مش لعبه سحر، مش لعبه فنون سحريه، دي هيشرحونا الشباب انه دي مسرح، ونحن هنفرجيك ازاي اذا ساحر عاوز يقطع ايد بيعملها باي احترافيه. أوكي. وباي جماليه، بتشوف الايد اختفت كليا من غير ما تشوف دم، من غير ما تشوف سكين قطعت. في اخلاقيات للمهنه. طيب. ونحن دلوقتي هننظم الموضوع ده. ما انا لسه هسالك انه كمان كلمتني عن تنظيم. خلاص تمام. 100 100. تنظيم للمهنه من خلال تاسيس اول اتحاد محترم له هيكل وله مسؤولين، فقول لي الاجراءات اللي انتوا عملتوها. اجراءات، انا ممثل الاتحاد العالمي في الشرق الاوسط IMS. كويس. الانترناشنال ماجيشن سوسايتي. دلوقتي دخلنا مصر في مجموعه من المحترفين بننظم المهنه دي، اخذنا الترخيص منهم. وهيكون اتحاد مصر تابع للاتحاد العالمي ضمن الاتحاد الشرق الاوسط، في دي منظمه 42 الف ساحر في العالم، كلهم هيحتضنوا الفنانين المصريين ويقدموا لهم كل
معلش بس حاكل بس عشان جعان جاي من سفر طويل وما اكلتش. Tienes miedo de perderte. Son los misterios de la noche. Vuela en una misma visual, sonora, única. Llénate de éxtasis. Tus pupilas se dilatan. La adrenalina se siente. No temas. Vuela.
زعفة جامدة للمستناني. شكرا. حائز على جائزة مارلين أوارد مستر هاني. حبيبي حبيبي حبيبي. بعد نشوف إسلام دلوقتي النجم الجديد ولا مستر عبده مين حلقة؟ أوكي. مين مستر عبده؟ مستر محمد سوري مستر محمد. طب عاوز أقول له كل مكان شوية طيب؟ محمد سالم. عشان يعرفوا يبدو محمد سالم؟ أيوه. اتفضل ما أعرفكش عرفني على اسمك؟ محمد سالم. عرف الناس من محمد سالم. أوكي. إحنا دلوقتي هنشوف مع بعض فقرة من فقرات الساحر وهي أقدم لعبة في التاريخ. إثبات إن الألعاب السحرية هي أصلها مصر. اول ما بدات طبعا كانت بدات في مصر ايام الفراعنه. فهنبدا الاول هنلعب لعبه بسيطه وهي برضو من تاريخ مصر. هنا ايدي فاضيه همد ايدي كده في جيبي طلعت كوره بينج بونج كده كوره الكرة بتاعت السلاجات عندك. برافو. غسيل ولا ايه يا محمد؟ طبعا الاطفال ما تقلدش كده لان اللي احنا شفناه ده ما هو الا ذكاء وفن وشطاره. هنا اوكي الترابيزه بعد اذنك مستر. هنا جبت كوبايات دي ممكن ناخد الترابيزه الثانيه مستر هاني حاجين. دي بقى أقدم لعبة في التاريخ، أقدم لعبة في التاريخ، لا هاتها هنا مستر هاني، هاتها هنا. أيوه شكرا. هنا طبعًا الترابيزة شكرا ميرسي جدًا. دي على الجدرانيات. الترابيزة هنا فاضية. دي على الجدرانيات المصرية، موجودة. موجودة على في المعابد على الجدران، موجودة لغاية دلوقتي مرسومة وهي بتتلعب أيام الفراعنة لأن اللعبة دي من أصعب ألعاب الساحر لأنها بتحتاج مهارة يدوية رهيبة جدا. وأول لعبة في التاريخ. وأول لعبة في التاريخ. هنا جبت كوباية فاضية. والثانية فاضية. والثالثة فاضية. نشيل الترابيزة هنا كده إيدي فاضية. نشيل دي مش لا لا خليها. خليها سيبها. خليها على جنب طبعا. خليها دلوقتي لحظة. 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 هنا كده مديت إيدي في جيبي طلعت من جيبي كور صغيرة مصنوعة من أيام الفراعنة برضو كانوا بيصنعوها بالقماش. هي فعلا كورة. اثنين ثلاثة. يبقى هنا كورة اثنين ثلاثة وهنا كوباية فاضية والتانية فاضية والتالتة فاضية اوكي مسكت هنا كوباية اثنين ثلاثة وايدي هنا كمان فاضية جبت الكور دي حطيتها هنا الترابيزة هنا فاضية
حطيت هنا كوباية اثنين ثلاثة، خدت كورة ما جاتش هنا. هنا شكرا، هنا كوباية فاضية والثانية كمان، هنا كمان فاضية، وخدت كورة واحدة برضو حطيتها هنا في ايدي مشيت. لا لسه واحد اثنين، هنا اثنين وهنا واحدة، خدت واحدة ما جاتش هنا، كوباية فاضية هنا كمان وتحت فاضي وهنا كمان فاضي، التلاتة لقيتهم مع بعض. تحيا مصر، دي لعبة فرعونية. خدت كورة واحدة حطيتها في ايدي اختفت، لا كمان مرة ما جاتش هنا ولا هنا، فظيع جات هنا كمان، واحد اثنين ثلاثة، خدت كمان واحدة، همشي للترابيزة دي عشان نشوف أكتر. خدت كورة تاني برضو ما جاتش هنا ولا هنا، مشيت جات هنا، واحد اثنين، خدت واحدة كمان حطيتها هنا في جيبي، يبقى هنا كده في اثنين كده، واحد جات هنا. طيب هنا كوباية وهنا كوباية وهنا كوباية، واحد اثنين ثلاثة، كوباية فاضية الثانية فاضية، الثالثة كمان، وهنا كورة اثنين ثلاثة، ثلاث كور. هنروح هنا كده ناخد دي، ونروح هنا كمان ناخد ديت مع بعض، وهنا كده كمان خدت كورة كمان وعملت كده، حطيت واحدة في جيبي، وهنا كمان واحدة وهنا كمان واحدة، أصبح إيدي فاضية كده 1 2 3 أو أون دو تروا، أو عندنا تور بقرة جاموسة كانوا زمان بيقولوا كده. خدت كورة مشيت، هنا الكوبايات فاضية، لقيت هنا كوباية كورة، اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، تحت كل كوباية في كورة واحدة، خدت من هنا واحدة اوكي، ومن هنا واحدة اوكي، اوبا معلش خدت كمان واحدة من هنا كمان، يلا اصبح كده الكاسات او الكوبايات فاضية، هنا ايدي فاضية الثانية فاضية، واحد اثنين ثلاثة، لقيت هنا واحدة اثنين ثلاثة. برافو مو قفل، لا لا شكرا 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 ميرسي جدا. انا زي الطفل قاعد ده يا حبيبي، فرحان قوي. من اللي بعده نجم 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 مصر، نجم مصر مستر تامر، ده راجل مستقبل مصر، بيعمل حاجات كبيره جدا، بيقطع وبيعمل حاجات في شرم، عنده فريق كامل، بطل شرم الشيخ، السياح كلها بتعرفه، اسلام الليسي، بس دلوقتي هنا لظروف المسرح يعمل لنا حاجات جميله برضو بس على ستايل اخف شويه من اللي بيعمله. طيب احنا معانا ده ورده بس مش موجوده، ممكن بنعمل كده
ده في الاجابه اللي انا هجاوبها. حاجه هنعملها مع بعض دلوقتي. تمام. انا معايا بتاعه الحياه حلوه بتاعتكم. تمام. حياه اليوم. حياه اليوم سوري. البرنامج اسمه حياه حلوه. لا برنامج انا حياه اليوم. طيب انا وانت. تمام. انا دي هنستخدمها. ده طبعا معانا كتاب زي ما حضرتك شايف. لو في اي حاجه قول لي. كتاب عادي خالص. تمام. تمام. ممكن توريه للكاميرا. كتاب اهو. الكاميرا ممكن تخش معانا عليه. تمام. كتاب عادي خالص. اللعبه كالاتي. انا همسك دي. تمام. هفر والستوب في وقت ما حضرتك تحب في اي مكان. ستوب هنا. ماشي. تمام. ادخلها كده. ثانيه واحده. خد وقت. تمام كده. تمام. اوكي. هستأذنك في الاتي. هتلاقي صفحه انا مش عايز ابص عليها. الصفحه دي عايزك تحفظ رقمها وفي كلمه فيها جنبها على طول جنب الرقم. شايفها؟ اه. احفظ الكلمه اللي جنب الرقم على طول. واحفظ الرقم. في رقم وفي علامه وفي كلمه. اه. احفظ الكلمه على طول. ماشي. اوكي. ماشي. جنب الرقم على طول. حفظتها. تمام. انا هاخد دي كده احطها في جيبي. تمام. حضرتك اخترت دلوقتي صفحه انا ما اعرفهاش جنبها كلمه برضو انا ما اعرفهاش. تمام. ممكن تقول للناس ايه هي رقم الصفحه؟ 133. 133. طيب هستاذنك امسك الكتاب خليه بين ايديك عشان ما تقولش ان بعمل حاجه غريبه. انا هجيب الظرف بتاعنا ده. الظرف ده فيه توقع اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام. ممكن تطلع الصفحه رقم 133 اللي موجوده هنا. مية تسعة وعشرين. مية واحد وثلاثين. أيوة. مقطوعة. الصفحة مقطوعة. تمام. فأنا معايا هنا وريها للكاميرا بس عشان صفحة مقطوعة. صفحة لا ما هم بيصدقوني ما تقلقش. تمام. الصفحة اهي مقطوعة. دي 129 دي 131 ودي 132 و 133 اللي أنا اخترتها مقطوعة. تمام. نجيب الظرف معانا. الظرف هنا يا جماعة في صفحة مقطوعة. الصفحة اهي رقم 133. الاغرب من كده اهي اتفضل. مظبوط. هتلاقيها هي الصفحه بتاعه الكتاب ده هتلاقيها متطابقه معاها وهي الصفحه بتاعتها. تمام. هي نفس القطعه بنفس ال بس نفتحها مستر تامر نفس الشرشره نفس القطعه. برافو. نفس القطعه بنفس الشرشره. تمام. برافو. برافو. الكلمه اللي موجوده جنبها زي ما قلنا ويفز. ويفز. انا معايا ظرف من البدايه. انا كنت متوقع ان انت هتختار الكلام ده. ون الظرف اهو. برافو. وريني الكاميرا. برافو. اهي تمام. كلمه ويفز. بس ايه رايكم في الاختيار بتاعي؟ هو انا كل حاجه بتعملها موفقه. لا لا جميله. نكمل. تمام. وانا جاي معايا برضو نوت بوك وبرضو نفس الكلام. انا معايا ظرف فيه برضو بريدكشن. هنشوفه برضو نحطه هنا عشان ما حدش يقول ان احنا بنلعب في حاجه. تمام. تمام. انا معايا هنا اتنين نوت بوك. تمام. هنستخدم واحده منهم. النوت بوك اللي انا هوريها لحضرتك دلوقتي فيها اسامي كتير جدا لممثلين اجانب. تمام. انا كاتبها بالعربي عشان سهوله نطقها. حتى تقرا بصوت عالي على قد ما تقدر الاسامي اللي انت هتشوفها. انا هفر بسرعه عشان بس نعرف الناس انها مختلفه كلها. تمام. حضرتك جاهز؟ يلا اتفضل. توم هانكس. اوكي. سكارليت براد. انجلينا جولي. جوليانا مور. اندرا ويل سميث. نيكولاس كيج. نيكولا كاميرون دياز. جون ترافولتا. بيرس بروستن. جيسون ستيتمن. تمام. بيونسي. شاكيرا. ميسي. كيم كارديشيان. رايان رينولدز. تامر امين. كاترين هيسل. هيجل. فان دام. تمام. ارنولد مش عارف ايه. تمام. مش حاطط تامر امين عيب. لا لا يا ابني كلهم عضلات وبتاع الناس اللي جوه. استاذنك هكتف ايدك الشمال هحط دي على ايدك كده. تمام. ايدك اليمين عليها من فوق. هتقلدني في اللي هعمله بالظبط. وشك لوش كده بالظبط كده مع بعض. تمام. بصبعك الكبير بتاع ايدك اليمين في نص الدفتر من ورا. تمام. هتفتح جاست تيك بيك. هتبص على حاجه احفظ اللي هتشوفه واقفل على طول. على اي صفحه؟ على اي صفحه. افتح ما تفرش. احفظ اقفل. تمام. تمام. هستاذنك في النوته. تمام. انت دلوقتي اخترت شخص. انا اوريدي مش عارف هو مين. والشخص ده ممكن يكون راجل ممكن يكون ست. صح كده؟ مظبوط. انا عامل هنا توقع للشخص اللي انت اخترته. تمام. احنا هنشوفه مع بعض. لو صح قول لي صح. لو غلط قول لي غلط وما تقوليش هو مين. اتفقنا؟ تمام. لحد ما انا احاول اوصل له. تمام. انا اصلا جايب توقع اتمنى يكون صح. هو توم هانكس؟ لا مش توم هانكس. لا هو دي مشكله. طيب سؤال. توم هانكس مثل فيلم كان فيلم قديم شويه سيفينج برايفت رايان. كان بيمثل جوندي رايان وكان جوندي رايان في الوقت ده هو مات دايمن. صح. هو مش ممثل بتاعك برضو صح؟ صح. مات دايمن عمل سلسله افلام هي اوشن 11 12 13 حضرتك فاكرها؟ مظبوط. كان عاملها مع براد بيت. مظبوط. مظبوط.
براد بيت عمل بعد كده فيلم رائع جدا، كان فيلم تروي. حضرتك فاكره كويس طبعا. طبعا فاكر مين اللي قتله؟ كان اورلاندو بلوم. مظبوط مظبوط، اورلاندو بلوم اللي قتله في الفيلم اهو. ده اورلاندو بلوم. اورلاندو بلوم بعد كده عمل فيلم جامد جدا وسلسله افلام، هي في الافلام بايرتس اوف كاريبيان. اعتقد ده الفيلم اللي حضرتك اخترت الممثل بتاعه صح، اللي هو كان جوني ديب. ده الممثل اللي اخترته. وري الكاميرا، وري الكاميرا، هو ده صح. اوكي برافو برافو برافو، تمام. لا وفيها معلومات ثقافيه كمان سينمائيه، يعني اللعبه وفيها تصنيف سينمائي. كل ده مش عارف مين هم دول. اه بالظبط. طيب تحب نجرب حاجه بالكوتشينا؟ يلا بينا. يلا بينا. تمام، احنا هنحتاج فيها الترابيزه شويه. تمام، نشيل بس الحاجات دي. بس خلي بالك عشان انا جابت في الكوتشينا. ماشي. انا قبلت التحدي. يلا. تمام، اللعبه كالاتي. على قد ما نقدر، دي كوتشينا فيها برضو توقع اهي. خليها مثلا حطها في جيبك، ايه رايك؟ خليها في جيبك، اي جيب، جيب الجاكيت مثلا. تمام، انا معايا كوتشينا. بس اعرف من مستر تامر عندنا وقت قد ايه بعد؟ عشان احنا كده قدامنا ربع او 14 دقيقه. دي اخر تريك. تمام دي اخر. تمام، هنشيل الجوكرز كلها. هو لسه في حد ما عملش؟ لا لا لا، كله تمام عشان في موضوع مهم. موضوع مهم، يا ساتر يا رب. تمام. انا هوري حضرتك الكوتشينه، لو في اي حاجه غريبه قول لي. تمام، كلها كوتشينه عاديه صح ولا غلط؟ مظبوط مظبوط. اوكي، اللعبه كالاتي. هتمسك الكوتشينه في ايدك كده زي ما هي، خلاص. عايزك تبدا تنزل من فوق كارت كارت من غير ما تبص عليه، واحد ورا الثاني. مفتوح ولا مقفول؟ لا لا مقفول، واحد ورا الثاني. تمام، لا يعني خليهم كده جنب بعض. ماشي. تمام، عايز تاخد من النص خد، مش لازم يكونوا ورا بعض. لو عايز تاخد من نص الورق اوكي. وقت ما تحب تقف قول لي. ها، نكتفي بهذا القدر. تمام اوكي، دول اللي هنلعب بيهم. تمام خلاص، نخليهم كده. دول مش عايزينهم. كويس، هكمسك الكوتشينه كلها اهي. عايزك تنزل بقى الكروت دي كومه كومه برده من غير ما نكشفها. كومه كومه يعني ورقه ورقه. كم كومه؟ لا ورقه 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 ورقه، هكذا كده. ايوه كده، واحده هنا. ايوه مظبوط، ورا بعض. نفضل بقى هنا وهنا. اوعى تكون دي فين الصنيوره والحاجات دي. لا لا مفيش الكلام ده. طيب احنا دلوقتي معانا كومتين، لو كشفنا اول كارت من هنا هنلاقي كارت، ولو كشفنا من هنا هنلاقي كارت تاني خالص. مظبوط مظبوط مظبوط. تختار الكومه اللي على اليمين هنلعب بيها. الناس بس اهي. تمام، نختار الكومه اللي على اليمين نلعب بيها. تمام، نختار الكومه اللي على اليمين نلعب بيها ولا الشمال؟ اللي انت عايز تلعب بيها قول لي، دي اللي هنلعب بيها. انا بحب الشمال. ماشي. زي الفل. لو تيجي معايا تمام. انا جاي. انا جاي. يلا بينا. يعني هنكمل بدي؟ هنكمل بالشمال. حابب تغير رايك ولا نكمل زي ما احنا كده؟ ايه هتغير رايك بالشمال. طيب اول حد بيقول كده هنشيل دي خالص. هستاذنك في الكوتشينه اللي في جيبك. بس عشان اتفضل. تمام، الكوتشينه دي كان عليها استك اهي. الكارت ده كام اللي كان على الوش؟ اتنين ترفل او دو ترفل. طيب ممكن نبص اهو، ممكن نبص على بقيه الكروت، هل هو متشابهين برضو اتنين ترفل ولا الكروت كلها مختلفه؟ لا كلها مختلفه. كلها مختلفه صح. كان ممكن تختار اي كارت تاني صح، بس انت وقفت على اتنين ترفل. مظبوط مظبوط. انا هفتح قدامك الكوتشينه دي. الكوتشينه كلها برضو كوتشينه عاديه خالص. لما هنفرقها مع بعض هنلاقي كارت واحد متعلم عليه. كويس. تمام، بص معايا. افتح ايدك كده عشان تشوف الكاميرا اهي. خبر التلفزيون بقى. ده ايه؟ اتنين ترفل. حضرتك امسكه، حضرتك امسكه، هتلاقي ان فر بقيه الورق. هتلاقي كل كوتشينه عاديه خالص، ما فيهاش اي حاجه غريبه ما عدا الاثنين الترفل او الدو ترفل. تمام، ما فيش اي حاجه في بقيه الورق، وهو الكارت الوحيد. يا سلام اللي انت اخترته. يا سلام. يا سلام. برافو ابو حميد والله. لا بجد شفت الشمال بينفع ازاي. اوكي ميرسي جدا. ميرسي ميرسي، ابدعت بجد بجد، هايل. و يعني عارفين في صحيح فؤاد مهندس على يدي. على يدي كل حاجه حصلت. مستر جينو. نعم. يلا بينا جينو. مستر عبده، اذا عاوز حابب يتكلم معاك حاجه. اتفضل مش مشكله. حضرتك احنا عايزين نوصل رساله للناس ان الماجيك دايما دايما واخدينه في مصر، ان احنا بنشغله اعياد ميلاد، بنشغله في المولد، بنشغله مش عارف فين. النهارده احنا بنعمل اتحاد عشان الفن بتاعنا اتطور. الموضوع ما بقاش على قد عيد ميلاد، ما بقاش على قد ان احنا بنقدم عرض تقليدي، لا الموضوع بقى فيه تطور كبير. تمام. النهارده احنا بننتمي للسيرك، وده شرف لاي فنان خدعه بصريه ان احنا ننتمي للسيرك.
ولكن احنا كترنا بقى النهارده انا ممكن اروح اطلع تصريح مصنفات عشان شغلي بيتطلب ده. فانا النهارده ممكن ابقى في السيرك فنان خدعه بصريه، ممكن يبقى بعد احترامي لاي حد مثلا بيعمل اي فقره تانية فبيجي يتكتب في الاخر لاعب سيرك. لا، احنا عايزين يبقى في يعني المسميات بتاعتنا محفوظه. بنشتغل تحت اداره حكوميه بحيث ان احنا عندنا. انت ايه المسمى المحفوظ يعني اللي انتوا تفضلوه؟ فنان خدعه بصريه اللي هو اللي طيب. هو مع أو ماشي. فنان العاب سحريه. فنان العاب سحريه. يعني دي اقرا خدعه بصريه تقيله شويه عشان كذا. النهارده يعني فنان العاب سحريه دي اقرب شويه اقرب جدا، لانه خد بالك كان بيبقى فيه مشكله في ترويج لكلمه الساحر. تمام، فعلا، لانها هتدي المدلول السيء اللي احنا عاوزينه. ده اللي بيقابلنا فعلا. مظبوط. يعني ده اللي بيقابلنا فعلا. احنا المفروض كان فنانين خدعه بصريه او العاب سحريه عندنا رساله بنوصلها للجمهور ان هو احنا ما بنعملش شعوذه، احنا كل الفقرات بتاعتنا بتبقى خدع ومهارات. صحيح. احنا متدربين عليها. يعني خدعه غلط، هي فنون. مظبوط. تخدع البصر. هو النهارده احنا اتاكدنا ان انتوا فنانين في مجال. نعم. خلينا نتفق ان هو اسمه مجال الالعاب السحريه، يبقى فن الالعاب السحريه مش فن السحر. ومجال راقي وتاريخي، وقلنا حضارته بتبدا من 7000 سنه بمصر. طبعا، قولا واحدا طبعا. وده النهارده اللي احنا شفناه من الفنانين اللي حضروا، عملوا حاجات مختلفه ما اتعملتش على معظم القنوات. صحيح. لان احنا عندنا رساله برضو عايزين نوصلها وبناكد عليها، احنا عايزين الفن بتاعنا يتعمل له مهرجانات دوليه، يتعمل له مهرجانات في مصر. احنا مش اقل من اي دوله تانية بتعمل مهرجانات او بتعمل فن في الخدع البصري. وعندنا النهارده الاستاذ جينو ده من ممثل اي ام اس في الشرق الاوسط. فهو احنا بنشكره النهارده ان هو مثلا بيقف جنب مجموعه من الشباب ناسس الاتحاد المصري، يبقى الناس كلها شغاله تحت مظله قانونيه. نقدر فعلا نقدم فن ونقدم مستوى مطلوب يليق بالجماهير. ده كلام محترم. خليني يعني اتضامن معاك في الرساله اللي انت قلتها، وزملائك طبعا متفقين معاك عليها. وانا شايف انه يعني بدايه وجود الاتحاد ده جينو هيخلينا نبدا الطريق صح لاول مره. يعني كان المشكله ولازم اعترف بيها، واعتقد حقيقة. اكتر انتوا ناس عانيتوا منها، انه ما كانش ليكوا هويه. صح. ما كانش فيه شكل وتعريف وتصنيف رسمي كده للي بيقدم الفقره. فزي ما انت قلت كده، حد يجي في عيد ميلاد، حد يجي في حفله، مش عارف ايه. فقره الساحر دي تسميه مذله طبعا. لا، هي مش مذله، هي خد بالك كانت غلط. احنا قلنا ان انت الساحر بتاخد بالشكل العام ان هو شعوذه وتحضير، وعشان قيمنا وعاداتنا كمان في الشرق، يمكن بره في الغرب بيتقال لك ذا ماجيشن كذا، اللي هو الساحر كذا. تمام. بس هم يمكن عقليتهم وثقافتهم متقبلينها، لكن احنا عندنا عشان نعرف ندخلك البيت وتعرف تتواصل ويتعمل لك شوهات تلفزيونيه ويبقى ليك فقرات زي الفنانين على المسرح وكذا، ومهرجانات فلازم يبقى فيه صياغه. فانا مبسوط ان انتوا وصلتوا اخيرا للصياغه دي، ان احنا دلوقتي بنقدم فن، وانا مقدم الفن ده اسمي فن الالعاب البصريه او فن الالعاب السحريه. فانا فنان صنايعي زي ما انا صنايعي في شغلتي الاعلام. صح. زي النجار بقى صنايعي في شغلته في النجاره والخشب. دي المشكله اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها. ان موضوع يعني عشان تخش اعلام بتدرس وتخش اعلام، محامي بتخش كليه حقوق. تمام. بتدرس تخش. لا بس مش بالضروره يا اسلام، لانه الـ 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 في بعض المجالات اللي هي قائمه على الموهبه مش بالضروره تكون خريج. طيب. كليتها. أنا كويس. زي المغني مش لازم تكون خريج كونسرفاتوار. ما فيش موهبه لوحدها توصل في ما في كونسرفاتوار الموسيقى موهوب. صح. انا متفق معاك، بس انا قصدي انه ما نحكرش على الموهبه، بس نقول بقى اللي موهوب ننميها. ما نحكرش. هو ده اللي بقوله، الموهوب نعمل فيه ايه؟ ندخله في الاطار الصح. حضرتك فهمتني غلط. ينفع محامي يخش على 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 محكمه من غير كارنيه؟ ما ده انا بقوله لك. ما هو ده اللي بقوله. انت اصلك دخلتني بدخله الكليات. ايوه. فاطلع بره الكليات، هي القصه بالنسبه لنا. انت دلوقتي شاب عندك الموهبه اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. صح؟ تمام. انا بقى دورنا ان احنا نقول عشان تنمي الموهبه وعشان تشتغل بشكل رسمي وقانوني وتلاقي كياني دافع عنك وبتاع، لازم تلتحق بالمؤسسه او بالكيان اللي هو هو ده اللي احنا عايزينه، هو اللي هو الاتحاد بتاعنا. لان احنا فعلا اول مره يحصل في مصر. انا جايبك والله بالقهر، الزيتون عندي والله. لا انت بستان زيتون مش زيتون واحد. خليك يا جينو. القصه ان احنا فعلا عايزين هذا الكلام يتاسس ويتعمل بشكل جيد. قولوا لي ايه اللي ناقص، يعني قولوا لي نقدر نزق معاكم ازاي. اول حاجه المشاهد يوثق فينا، احنا نظمنا صفوفنا والاتحاد الدولي بيرعانا وفتح لنا كل التسهيلات. طبعا. لسبب مهم جدا عينه على مصر، كل السحره في العالم بيتكلموا عن تاريخ السحر وبيجيبوا سيره مصر. مظبوط. والمستوى في مصر لسه دلوقتي مش على اب تو ديت، يمشي مع يواكب بالتطور العالمي. ما كانش في تنظيم. ما كانش في تنظيم، الاتحاد عينه على ده. انا نفسي الحكومه المصريه اول حاجه تساعد. طبعا. مش بكتير تسهيل الاتحاد او الجامعيه. دي خشب ولا ايه؟ ده هدب الدبه؟ ماشي.
تساعد في اطار القانون. تعملها قبل كشخ؟ تعملها قبل كشخ؟ برنطه قبل كشخ؟ ايوه كده. هذا أيوة كده انت بقيت ساحر. انا كده بقيت رئيس الاتحاد لو سمحت. هو ساحر جماهير في الاعلام. يا حبيبي يا زين. وحاجه ثانيه بصوا فعلا يا ناس، ده الفن تاريخه مصر، بديته مصر، العالم كله بيبص على مصر في ده. صحيح. انا نفسي يخش من تراث مصر زي الرقص الصعيدي والفرق. طيب انتوا دلوقتي محتاجين التعامل يبقى مع انهي مصلحه حكوميه او جهه وزاريه؟ احنا بنفضل نعمل نكون ضمن وزاره الداخليه والعمل. الداخليه؟ والعمل. انت كده هتروح مش تاني. لا عشان لا عشان نجيب نقابه. تمام. لا انت بص، يبقى انا هقول لك الطريق سهل. شكرا. القصه دلوقتي انه انتوا هتعملوا يعني التجميعه بتاعتكم، وتعملوا انا وفقا للمعلومات يعني، وهتاكد برضو من الجمله اللي بقولها دي، هتعملوا ما يشبه اول جمعيه عموميه. ايوه تمام. كويس. صح. هتجمعوا صح وتعملوا اولا وديا كده كل اللي تعرفوهم. صح. من الموهوبين الصناعيه. ده بالفعل بيحصل بقاله فتره. هتجمعوهم وتعملوا الاول حاجه اسمها الاجتماع التاسيسي. هو ده اللي هتجمعوا كلكم في حته كده تاجروا ده مش عارف ايه 21 اللي جاي باذن الله. تمام. هتتجمعوا هتكتبوا الاسماء وهتعملوا القوائم وهتدعوا من تستطيعون دعوته علشان يبقى معاكم، وهتحطوا ما يشبه اللائحه المبدئيه. ايوه خلاص. بتعدي عليها عفريت؟ عايزه تلعب. عايزه تلعب. هتحطوا حاجه اسمها اللائحه المبدئيه واللائحه التاسيسيه، اللي هي بقى شروط الانضمام، المواصفات، اخلاقيات المهنه، أيد. معايير المعايير مش عارف الايه، مين يزاول المهنه بشكل كذا، هل في درجات فنان ألف فنان ب فنان جيم، كل الحاجات الحلوة دي. تمام. وهتعملوا زي محضر اجتماع، ثم هتدعوا لأول جمعية عمومية. بالظبط. كويس. الجمعية العمومية دي بقى اللي هيحصل فيها الانتخابات، وتعملوا الانتخابات، تختاروا رئيس اتحاد وأمين اتحاد وعضو مجلس إدارة للاتحاد وكرنيهات عضوية. تمام. للاتحاد. ثم لما يبقى اتحاد نروح بقى نسجله كنقابة في وزارة العمل. بالظبط. دي أهم حاجة. مش عارف اذا هنعرف نختم. انا عايز اقول لحضرتك كلمه واحده بس. طبعا المطرب لا لا هو من كبار المهنه. طبعا لما بيبقى في مطرب بيسيء شيء للغنى في نقابه بتحاسبه. احنا ما عندناش حد بيحاسب اللي بيعمل حاجه. لسه ما احنا بنقول يا هات. هو ده اللي انا عايز اقول لك. الاول لازم تبقوا رباطيه. رباطيه دي حاجه حلوه مش وحشه. لا جميله. تبقوا رباطيه. يترابطون ويربطون في موضوع. يترابطون ويجتمعون ثم يتاسسون ويكتبوا. تمام. ثم يبقوا رسميين عن طريق ان احنا جماعه، عارف حاجه شبه مع الفارق في القياس، عارف اتحاد الملاك بتاع العماره. ايوه. يتجمع ويتاسس ويحط مش عارف، وبعدين يروح يقول لهم انا بتسجل بالشكل الفلاني وانا معترف من الدوله. شابوه لحضرتك. ربنا يكرمك يا حبيبي. بجد بجد. ننهي الحلقه نتكلم مع رائد. كان في حاجه حصلت السي ان ان صورت حلقه ترويجيه لمصر ولل يعني للسياحه في مصر. واشتغلنا على موضوع السحر. الاتحاد العالمي الاي ام اس جاء فعلا هنا. حلو. على حسابه جابوا مخرجين من سي ان ان وانا تعاونت معاهم، مستر هاني تعاون معاهم وعملنا حاجه جميله. ممكن اذا مستر رائد يختم فيها نحط. عندك يا رائد الفيديو؟ رائد. طب قبل الفيديو ممكن اديك هديه بس الاول. اديك هديه الاول. هديك هديه. طب استنى يا رائد بقى الفيديو طالما فيها مصلحه. امسك كده دور ابيض. دور ابيض عادي خالص. هدية بقى جامدة جدا دي تتقص مع الكل. انا عارف. حاجة واحد اتنين تلاتة. الصلاة على النبي. تعالى تعالى انا عايزك تعالى. واحد دولار. دولارات خضراء. ايه رأيك؟ بس في حاجة بقى المفروض دي بقى الورق الابيض لما تحول لدولارات دي تعتبر فلوس حرام صح ولا لا؟ حرام لمين يعني؟ ايوه حرام. بقول لك بتحرم على زوجك. انا كنت في الشمال من شوية. فلوس حرام ما بدهمش. هعمل كده يرجعوا تاني. راحت المصلحة. راحت المصلحة. راحت المصلحة. اقعد هناك. انت والجائزة بتاعتك. احسنت يا جميل. احسنت يا جميل. احسن هاني. كنت عايز ابعت تحية. بسرعة بسرعة بسرعة. كنت عايز ابعت تحية لكل اصدقائي واخواتي في بيت الساحر الجروب اللي بنأسس عشانه الاتحاد، وموعدنا ان شاء الله يوم 21. ان شاء الله. الفيديو الأخير. بشكرك جين وبشكركم جميعا. شرفتوني ونورتوني وإن شاء الله مش هيبقى لقائنا الأخير. وبعزموني بقى في الاتحاد إن شاء الله. مش هيعزمنا الشرف. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سيبكم مع هذا الفيديو وأقول لكم تصبحوا على خير.